أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس الرابع عشر من دروس فقه الأسرة. درس 14 أدن مسلاي في الموضوع مهم اسميس موضوع النسب. ثم أولا تعريف النسب. ده شو المعنى يس؟ لا ديفينيسيون تعريف النسب. المعنى يس إلحاق الولد ذكرا كان أو أنثى بوالديه شرعا وقانونا. يعني تعريف مختصر. ما معنى النسب؟ معنى يس الإنسان يلحق أسيني الفلاني ذميس نغذيليس. خطر ما ديني كلمة الولد دي اللغة العربية، المعنى يس الذكر والأنثى الدوا. الولد استعرف استقبليت الدرية، أما الذكر أما ذنثى. إلحاق الولد بوالديه، الوالدين يسندو وري جوزارا أثن نسف كان يفافاس أنكر يماس. من الكونترير أثن نسف يماس أنكر فافاس. الوالدين وكذا كي ظلاصليس أم كل يوم دينغ أديني ظلاصلي فافا يما فافا يما لدو شرعا. أما ذين يعني الشرع ربي سبحانه، أما ذين يعني القانون يعني ميم أوفيسيال رسميا أكان كلا قافيلي دخل الوثائق الرسمية. هذا هو التعريف أولا. ثانيا أدنى هضر أسباب الاعتراف، أسباب ثبوت النسب، أسباب ثبوت النسب. وقي ثانيا إلى ذيك ألف وباء. ألف الأسباب المنشئة، باء الأسباب الكاشفة. فهذا نشرح يوثيوث. ألف الأسباب المنشئة، ذا شو قصد الأسباب المنشئة؟ يعني السباث أراد يوين النسفاق النسب، نسب بمذان ذكر نغذنثى الوالدينيس. الأسباب التي تنشئ علاقة النسب، وقيل مقصود معنى الأسباب المنشئة تنشئها يعني جديدا أو حديثا. ورث اللالة أدلال ثورة من خلال الأمثلة الحالة تجد نشرحها دفن إن شاء الله أكثر. أولا إلا ثبوت النسب بالزواج الصحيح، المارياج فاليد نا لقال فاليد نا لقال. أولا ثبوت النسب بالزواج الصحيح سي نورمال سجل سبان ثم زواروث باش يلحق الإنسان أقشيش نا تقشيش سبباس نا سيماس سجل سبان ثم زواروث. ولكن يعني الزواج إلى قذيلي باش ذيلي السباقي لقاس أربعة شروط. الشرط مزوارو إلا الزواجاقي أذي سعوية كل بيلي في النهضر أفان. واحد تحقق أركان وشروط صحة الزواج، ستدير الأركان الشروط دي النشرع إلى قذيلين أمشار نفرق أنخدم التمييز يير زواجي الصحان أكو زواجي في السذن. زواجي صحان وين إكسانك شروطي نسيد نشرح للدروس النهادان وقيم يقارن لو مارياج فاليد أو لو مارياج ليغال. وقيد الشرط أمزوارو تحقق أركان وشروط صحة الزواج. الشرط ويسين ذا شوث حصول الاتصال بين الزوجين إلى قرقات مطوثني أذمليلا إلى قذيل الدخول بينهما أكدنا الشرع النار. ما إلا كان خدم الله دو مارياج فقط أم بعد ثمتو تسادريا أم بلا اللقاء بين الزوجين طبعا ما يكونش هناك اعتراف وسيدا ريكونيسون سوق شيشاقي نصدق شيشتاقي سيبور سي علماء الشريعة نندي لقذيل الشرط ويسين. الشرط ويسلاثة ذا شوث ميلاد الولد ذكر كان أو أنثى بين أقل وأقصى مدة الحمل. أقشيشاقي نثق شيشتاقي إلى قدلال ذي لا بير يعني أبريسي موا إلى قدلال أبريسي موا سقو اسمي جوجن سقو اسمي جوجن إلى قبريسي موا بون نكوني ذي الدرجة سيني قاع حنا قامل ولا تسع شهور أكن من لا مرة ذلو تسع شهور. ولكن يا إثماثن لن وقدلوا لن ست شهور سبع شهور ثمان شهور
تسعة شهور عشر شهور من المينيموم إقلق ذي عيش وقشيش نثق شيشت إثابط قماس إلى قسيم و ست شهور سيبوزون أرقزي فريث مطوث ورث لا حامل أم بعد شهور وشهور يعني تجاوزوا المدة القصوى وبعدين أنجبت ذاكي ممكن إنكار الولد وثاقي طبعا موضوع خطير جدا بلكن بعد في تفاصيل إما في هذا درسنا في دروس أخرى ست شهور إزمار دينيون ديون أنسي دوسان ست شهورك أنو غالا ريوثن صورة صورة الأحقاف الآية 15 دين ربي سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا في سورة لقمان الآية 13 ربي ند وفصاله في عامين هذا لن تسنث اللايات مرن تنسدو كل أدن السفغ النتيجة يجي المعنى يس أريز ميرالا ومذان أبديلال قبل 6 شهور أريز ميرالا سقص مي جوج ورقص مطوث بعد تمام الاتصال بين الزوجين إلى قل مينيموم إقلاق ذي عاشي تعبط قماس 6 شهور ما يلد قبل ذلك يمكن إنكار النسب الدليل من القرآن الكريم ربي ند وحمله وفصاله 30 شهرا سورة الأحقاف الآية 15 الآية 13 من سورة لقمان يد وفصاله في عامين ثم نخدم ذاقي العملية الحسابية طرح عملية الطرح مدة الحمل المدة اللي 3 متوسطة ديست بلس مدة الفصال المجموع يعني الفطام الفصال معنى الفطام المجموع 30 بوغورن طرنت موا مرد نغى الآية سند وفصاله في عامين معناتها مدة الفطام يعني باش هذا أتلي ثوت ضايست نكمال 24 شهر دوزون أنشتاقي كونفيرمي ثيد ربي ذي الله يثايض يوكذي ثيد إمدينا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة دوزون حولين معنى عامين ذا شهر نخدم الآية زواروث ذكرت مدة الحمل والفصال المدة اللي مارثيتهم توستاذيست أكل مدة الفطام لدو المجموع 30 شهر الآثي السناث سورة لقمان فذرد كان مدة الفصال مدة الفطام اللي توتضع 24 شهر الله رمشي تخدم طرنت موا 24 شهر قيما 6 موا يعني مدة الحمل والفصال ناقص مدة الفصال يساوي 6 أشهر سيجد جفذن العلماء باللي المدة المينيموم يكزمر ذي قيم اللوفان داخل تعبوت قيمة 6 شهور يون وسط ضريف انتذيان تذي الوقت سيدنا عمر الخطاب يوثي التهبيت والقازيس أبري 6 موا من الزواج سعد أقشيش وإن يستمطو ثاقي أكرمكم الله اتهمها في عرضها ذا غفل عمر بخطاب ناسهم ما لا تجلد خلاص تفغى فيري ذي لقى تعاقب إلا يونذينا ابن عباس ناسي عمر لا إناس لو جادلتك بكتاب الله لغلبتك نغلى أقامت عليك الحجة إناس يا عمر ولو كانت غال سوى للربي ذنستك سالحق سيدنا عمر إنا يسامح إذ غيب بويس دليل ثقوم إسلام إناس يا عمر إناس ما إلا ربي فذرد مدة الحمل والفصال ذي سورة الأحقاف إناد طرنت موا بعد سورة لقمان ربي ند وفصله في عامين طرنت موا 30 ناقص 24 شهد يقولان يقيم 6 ذي نفى برأها عمر إناس القرآن برأك باش تفهم يعني ثمسلتاقي أكيث الله فصارت محل إجماع ولش العالمي دينان اللوفان يزمر ذي عشي تعبوط قماس أقل من 6 أشهر ولاش إطلاقا لذلك كل قوانين دون ثمرة
جميع قوانين الدنيا كلها القوانين جنس المنغوية من الدول الغربية. فرنسا مثلا، فرنسا يا أخي لايك وستاري والزميرة دين كونترير خط الله سيونس تبروفيد الشياكي. ألور نندق 6 شهور مدة 6 أشهر ذا يكزمر ذي قيمه مثل المينيموم يكزمر ذي قيم اللوفان يثابط قماس. أيوة ثورا نغل المدة القصوى، المدة القصوى نكون نقار الدرجة نقار كلمة لذلك ون 9 شهور إسكو سفري 9 شهور كان إسكو يزمر اللوفان ذي قيمة عبوط قماس 10 شهور 11 شهر 12 شهر مشكلة سي بوسيبل ولا ديال كوادي فريت متوثيس من بعد 11 شهر سيني ساغ دمي الو روكي دمي ازما سيني نو امشي كاك تفري قبل 11 شهر ساكي يتقرض بوكي دمي ماشي دمي. المشكلة مشكلة مالوريزمون من بالكود لا فامي نغ يطبق شو درنا قانون فرنسا، قانون فرنسا 10 شهور دي موا اذا غينا 10 شهور مشكلة. ولكن نزرع من الناحية الفقهية ناحية الشرعية يزمر ذي قيمة اللوفان تعبوط قماس كثرنا 9 شهور يزمر ذي قيمة 10 شهور يزمر ذي قيمة 11 شهر يزمر ذي قيمة 12 شهر لبروجي الكود لفامي لك 2 مواء أن بعد 24 سميت خدمان طبقنا شو دينا فرنسيين لك 10 شهور هذا المشكلة. وكذا غفل قرن فلاحي كان كان تمغالين اللوفان يتصي تعبوط قماس ودولار في 9 شهور أكثر من 9 شهور أي غر ذا شو تفسيري سكان تفسير بيبري كان الناس يتوصي تعبوط قماس إسكو ذا الصح اللوفان يتوصي تعبوط قماس ليسونس يشوغيه من ذاقي الشرطاقي وثلاثة اللوفان إلى قديلال ير المدة الأدنى أكو المدة القصوى بين ميلاد الولد ذكر كان أوثى بين أدنى وأقصى مدة الحمل. الشرط يصار ربعا عدم نفي الولد بطريق اللعان ايه مثلا داقي لقا نغلر صورة النور الاية 6 7 8 9 اتشغال ما الله يثقين بلا ما شرح حتى غطلت سنت الوقت اطاس في قادة قرنة سنت ايات اللعان صورة النور من الاية 6 الاية 6 ذا شو دينا ربي ذاقي يعني البعد الشرعي والميلة اتهم ثم طوثيس إن ياس أقشيشاكي ماشينو وقيت تهمة خطيرة، تهمة خطيرة جدا جدا. المعنى يس أم شرين في التهمة ياكي إلى قاذي قال 4 ثكال 4 مرات أذي قال أكد الآية باللي أين دينا غذيث من الطوثيس تيدت باللي هو من الصادقين تيدت دينا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 5 أذي خدم اللعنة غي مانيس ما إلا سكو قاذي سكدفن ما يسكدف ما يتهمس الباطل. أم بعد نتساف باش تدفع هذه التهمة أتسقال ذا 4 ثكال 4 مرات باللي نتسا من الكاذبين باللي سكدف قاذي سيتهم. وثيس 5 أديني أن غضب الله عليها كرديني يعني غضب الله عليها كديني ولكن القرآن لك أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. معناها الغضب سيدي ربي في اللاس ثم الطوثاقي ما يلنس من الصادقين بعيد شرايط مثل ما في وضع أرقص مطوثي وضع نار درجة شو دي قرآن ذين يهود وخام الثقة لا كونفيونس لثي شركين كل شيء يهود كل شيء يزم. شرع ربي وقي جاتكم ديرني ركور لو ديرني ركور ذوا ولكن ما إلا بظن الخدم لهم يقارن إجراء اللعان ذا شرع يظرون ذاقي لا ينسب الولد إلى أبيه ولكن ينسب إلى أمه لا في الياسيا ذاقي وستيليارا يرقشي شاقي أكد ورقازاقي أتسيلي ديريكت يارس أكد ذي الناس فقط. وطبعا ثقي القاهديني قبل سكو ربي يهدي وواليس معنى ما ثبض الثقة ثهود يرقات اسم الطوثر الدرجة يجي ما القريصة الشرع يفكد الحل. القرآن الكريم مكة السلام في سورة النور سي الآية 6 المذ الآية 6 ربي يفكد الحل
لو ديرني ركور الله غالب إن شاء الله بعيد الشر ورياض ومذان يعني غير الدرجة، ولكن هذا هو القرآن الكريم يساد رحمة للعالمين. ثورة مثلا هثم نشرح ثورة السبثة مزوالو في لافيلياسيا للناد، أولا ثبوت النسب عن طريق الزواج الصحيح لو مارياج فاليد نو لو مارياج ليغال، نفكاد أربعة شروط باش يثبت لافيلياسيون النسب. ثانيا ثبوت النسب بالزواج الفاسد مع لو مارياج انولي، الزواج الفاسد امي سيبوزون هاد فكر مثال ارغاز يزوج تمطوس نورمال خذوف كاع ياكل يزيد طبيب نشرح دروسني عدان بعد الخطبه داس الفاتحه، بعد الفاتحه خذ من تمغره نورمال ابريا غورن شهرين بعد ثمغره ارغاز يرتد يفصل الاسلام يفصل الاسلام ترك الاسلام قولوا احنا ذي الاسلام قولوا ديني يرتد يعتبر مرتدا ماشي مثل قرن يوغال كراتيا لا لا للشرع ديني يرتد وتجري عليه احكام الرده مرتد اجا الاسلام يكفر وجين برمي الاحكام قلنا دي الشريعه الاسلاميه إن يش يفسخ عقد زواجه نغيب طال عقد زواجه زواج النية في شركنا وقت مطوثي سد يغال أنولي أنولي سي با زان ديفورس ماشي ذي الطلاق لا ماشي ذي الرواقي لانولاسيون زواج النية أنولي لو مارياج أنولي ممكن واحد يكون يقول ما كيف لي بروسيدور نقول لك من الناحيه الشرعيه شرعا ان ياك هذا الزواج يبطل بلا قضاء بلا ما تبغون جستيس مستفق كان جا الاسلامي يغال كريتيان يغال ذا يهودي نغمشي يغال استيني باي باي تجا خامسه تروح ذين اسيني سير لاك دو مارياج سير لي فريد فامي اسيني السعون تبغيض شرعا سيادة الساول لا علاقة يري ذيك ذل حرام هذا من ناحية القانونية وقي ذي الشرع إذا جوريديكمون ثمتوثة تروح لارتيكل تروندو ذي الكود لافامي لالوا 424 لارتيكل تروندو يناد لو مارياج الديكلاري نول معنى عقد الزواج هذي فطل السباثة مزوروث إذا ارتد يعني حصلت ريدة سوا ذنت سنة ذنت ساثة كيف كيف هذا ذا قي ثامطوث ذا شد بروفي كان مسارة لبروف ذا قي إما أتيستاسيون تسكنة كني ذي الإجليز كافية نغمولاش الشهود إلا قادمي الشهود لتموى إنيان أدي شهدن بلي الفلاني إجا الإسلام يغال كاراتيا يغال مرتد ولكن ثامطوث قي أتنونسانت أتنستاذيست اللوفان إلى دقاء بوضيس وإن يسعى حق النسب مرى دلال ينسب إلى أبيه وأمه نثني أرقات مطوط أذن فارقا بقوة الشريعة وبقوة القانون ولاش ليس الاختيار بإذن غاولا بعض الناس إلا أرقاز ملميك شمر ردة يغال ذا مسيحي ثمطوط تكمير ثذرثيدس أستقر واش يقولوا الناس نكون ننسى لي فريد فامي ننسى لك دو مارياج ننسى الدريا وبعدين يا اخي سي ليبر باش يون هذه يجي الاسلام هذه يغال يا اخي القران يقال لا اكراه في الدين يا اخي كل يوم هذه خسر لا ريليجيون كفغا لا نوقف مساكي تعاش دي الحرام ذي الحرام اما عمدا إما القلان تمسني ألو ردينا يثمثن ذل حرام سقوى سمير جزاري جدينيس أذ يغال كراتيان نغذ يغال جويف نغمش يري يغال وقيقار ناس مرتد تجري عليه أحكام الردة برمي الأحكام أجي عقد الزواج يبطل لو مارياج أذ يغال نيل لا نيلاسيو ما كدنيغ ماشي الديفورس خاطر يزمر ورقاز اسيو كو فيرو غالا اون فيرو غالا اتقي ما تعلق لا
بالسيف عليه بقوة الشريعة وبقوة القانون. ولكن ما كدني غايث مثلا اللوفان اني إلا دي ثابوت قماس مرا ديلال لا فيلياسيون ينس الناس بينس أرفافاس الذي ارتد ولكن يغال المرتد أكو ذي ماس يعني يارو ذي ليفريد فاني مريم ورا ذي زر أي غرا ذا فاسي جاي ماس نغل كونترير أذي فهم بلي ذي فاسي جان دين وهكذا صافي أثن فهم. ثانيا ثبوت النسب عن طريق الزواج الفاسد المارياج أنيولي. ثالثا ثبوت النسب بنكاح الشبهة. نكاح الشبهة زواج الشبهة ذا شو المعنى يس سيبوزون يون يغيوث يغيوث مالوريزمون التفضيون إغرى الفاتحة اللي سيفكات عن طريق الفاتحة إفكات نورمال داين من بعد شراء الشهور يسد واضح ضفيثي دي ضفيثي دي اللي ساسيفك أسيفك ستادير ثغرى الفاتحة كذو مزوارو من بعد مازال خذي من ثم غرى مازال خذي من لك دو مارياج غر نوتر نغذي لابيسي البلدية نتشايفهم بالفاتحة يقول سا نورمال وسارة أوكين فالور وسارة القيمة ميديو سوايض السيفكي وايض ظرام الشهور نعدل واحد تسع شهور ياجي ثو سيدي نافير سوا سواكا المالور تجوج دوايض يرنا ساعة دريا ارمي ابري فاقا اثنى سرقز على بالك كيني غران في الفاتحة الجهل تواغيث الجهل الي روتور الجهل مركب اذا ثلال عمذا الى العمادة ذاكي يعني ثلال لو قاذي زران عمذا لو قاذوا للسنارة ثورة الزواجي أنك الأصابل وين تحطو وين تحطو كل شيء رفير على بالك كل شيء رفير بارسو كل فاتحة نثي السنة ثفنا فولاش لم تجد محلا كل شرح هذه الدروس نعدال من نظر في البيلي تركيزين لعقد الزواج نناد بارمي البيلي وجود المحل اللي هو رجل وامرأة خاليان من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة ولكن ثمت ثقية مرتبطة بعصمة زوج آخر أتن في عصمة زوج آخر ولكن الزرميث مثل ذا شو يخدم الجهل نغذا شو يخدم كذلك ثغنات ذي الدين أتفضيوني الزرع ولكن يعمد إزمر ذغى هثه زواج ماجي والسيناقي يعتبر نكاح شبهة نغيون يغيوث على أساس أنها حلال بعد الزواج بعد ثمغرة أننا سثمطو ثقيث غاض ستضر يماش نغشيني ستضر يماس نغشكو ذنتساث ستضمر يوسن تمطوث لأن تروى بروبابيليتي ثلاث احتمالات أمشي لا يخدم لكي الغشي قارسي تروتار ذاين نكمل كان وخلاص ثورا نخدم ثا مغرى ولا نخدم الدن نساعد دريا نكمل كان الروقيث مثل تغنانت وقيد أخذ الجهل من قرآن ذل حرام بعد مديفا باللي تقذ والتماس استطضى يعني أخت من الرضاعة بعد ذلك حرام العلاقة بينهما حرام ولكن ثمت ثقية سنة ساعة ثذيس ساعة اللوفة نقشش نتقشش ذاك الشرع يبروتيجي لفيلياسيون الشريعة تحمي نغ تحافظ على النسب تحفظ في النسب ألورينا كنثني أذن فارقا يفرق الله بينهما ذاك الفرق بقوة الشريعة وبقوة القانون الحمد لله لا لوال جيريان سيرتو ذا قيث وفق ذا شو لدي الشريعة 100% 100% سيرتو ما كدني لا لوال 424 خطر انت شالي لوال يخلف لنا لا لوال 424 09 ألور ذا قي هذا الشريعة وكذا القانون ندي لقد فرقا مفارقا ولكن الدرياني النسبان النسب هذه قيمة صحة لكن إلا هذه نقشيشاكي ذا فاسد الفلاني يمسل الفلان تقع هذا نفهمه مثلا في قلقي مقارن الأسباب المنشئة